أمور المسلمين فخانهم وشق عليهم فإن عليه دعوة لا ترد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مما يهدم الإسلام جدال منافق في القرآن وحكم الأئمة المضلين، فالراعي العادل الذي يضمن كرامة الرعية ويحفظ أمنهم له دعوة لا ترد، الإمام العادل الذي يحفظ بيضة الدين تفتح له أبواب السماء لدعوته. قال الإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعلم بأمر المسلمين فليس منهم. ومقدساتها ولربما حملت معولا لتهدم وتغلق المساجد امامها. وتيقن الغرب ان مما يؤثر ايجابا على الاجيال هو المعلم، فضيقوا عليه بقوته وابسط قوته لتهدم المختلط مع ثبات المرابطين. الإمام جنة، الإمام العادل حماية ووقاية للمعلم وللرعية وللأرض وللبيوت وللدين. فحماية الدين هي التي جعلت الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري يدفن عند أسوار القسطنطينية، وشواهد عبادة وشداد تزين أسوار المسجد الأقصى. قال صلاح الدين الأيوبي: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن كل شيء معك. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر. فهذا شهر رمضان يتضرع إلى الله ويشكو تشويها وقع عليه من الظالمين. ففي كل عام تقلب الأمور وتشوه الحقائق ويصدر الإعلام الكاذب للعالم أن شهر رمضان هو شهر التوتر والإرهاب، ويكمل المعتدي تزييفه ويدعو الدول لتمرير هذا الافتراء على شهر رمضان، ويناقض الباطل نفسه بنفسه. ولكن هذا التضليل لا ينطلي على المرابطين، فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر القرآن وليس شهر الإرهاب. شهر رمضان هو شهر الأمن والأمان لجميع الشرائع السماوية، فما وجدت الإنسانية أمانا على أهل الشرائع مثل الإسلام، ورسم لهم الأمن على أماكن عبادتهم وعلى صوامعهم بظل الإسلام. وعندما اغتصبت القيادة الدينية من المسلمين لم يأمن الضارعون في مساجدهم ولا في أماكن عبادتهم ولا في بيوتهم، وأحرقت ليلا الممتلكات سائلين لولا أن يجبرنا في مصيبتنا. شهر رمضان شهر الفتوحات العادلة،
والانتصارات التي شهدت الإنسانية عدالتها. المسلمون بقوتهم لم يقتلوا طفلاً، ولم يروئوا شيخاً، ولم يحرقوا بيتاً، ولم يقتلعوا شجراً، ولم يعتقلوا امرأةً، ولم يعتدي المسلمون على عابد في مكان عبادته كما وقع على شهدائنا في المسجد الإبراهيمي. شهر رمضان هو شهر الرحمة وليس شهر العنف، بل إن الحملة الإعلامية ضد شهر رمضان تطوف بها الوفود هنا وهناك من أقصى الأرض إلى أقصاها لتمرير هذا الافتراء، كي يزهد المسلمون في العالم بأرض الإسراء والمعراج. ولكن الوافدين إلى المسجد الأقصى من جميع أصقاع العالم بإزدياد يأتون على مدار العام في رمضان وغير رمضان، والحمد لله. ونسأله تعالى أن ييسر قلوبهم للصلاة فيه، سائلين المولى عز وجل أن يثيبهم ويثبتهم ويزيدهم حرصا على أمن وسلامة مسجدهم والمصلين فيه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الثابتون، أيها المصلون، أما الدعوة التي يستقبلها الله بجلاله ويقول له ويقول لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، إنها دعوة المظلوم. فدعوة الأم التي استشهد ولدها يستقبلها الله بعظمته، ودموع أهالي الأسرى يستقبلها الله ببهائه، وشكوى المسرى من التدنيس يقبلها الله بسلطانه، وفاجعة من هدم منزله يستقبل الله مظلمته بسطوته، وأنات الأسرى يستقبلها الله بعزته، فحقوق الأسرى حفظتها القوانين العادلة والأعراف الدولية ترفض الإجحاف بهم. اللهم كن مع الأسرى يا رب العالمين. أما ضراعة المرابطين في عرش الله الأدنى، يفتح الله لها أبواب السماء ويقول للمظلومين: وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعد حين. المسجد الأقصى أرض الإسراء والمعراج، عهد الله ورسوله لكافة المسلمين. المسجد الأقصى وأرض الإسراء والمعراج، عهد الله ورسوله لكافة المسلمين. فاحذروا أيها المسلمون، فإن سهم المظلوم صائب، وإن دعوته لا تحجب، قال عليه الصلاة والسلام. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إنهم لا أيمان لهم. أيها المظلوم، أيها المرابط، إن رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب، فاضرع لربك، إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ إنا نحسن الظن بك يا الله، إنا نحسن الظن بك يا الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم
لكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله قلب الأحداث لنبي الله يوسف عليه السلام، يلقى في البئر ثم يباع ثم يسجن، يقلبه الحق كيف يشاء، تمحيصا وابتلاء أدى إلى رفعته، وتولى أمر مصر وأنصف البائسين والمظلومين. نعم، إنه قانون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبشائر النصر منطوية بالشدائد، فأبشروا بالنصر والفرج أيها المرابطون. وما أصاب بيت المقدس وأهله من البلاء والعناء والحصار والحرق والتنكيل، إنما هو رفعة لخيرة الله من عباده. فالمرابطون ميزان إيمان الأمة إلى يوم الدين بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم كما بلغتنا شعبان ثابتين، بلغنا رمضان مرابطين. اللهم أنت ثقتنا ورجاؤنا، اجعل حسن الظن بك شفاءنا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأغنانا بالقرآن ورحمنا بسيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا في أمانك وفي ضمانك، اللهم ارزقنا صفاء النية ونقاء الطوية، وأصلح لنا من الذرية، وباعد بيننا وبين كل أذية وبلية. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهير الأسرى والمعتقلين، جار المرابطين والمستجيرين، أمان الخائفين والمشردين. اللهم اكتبنا عندك من السعداء المرزوقين، ولا تجعل فينا شقيا ولا طريضا ولا محروما. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء، ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وارحم الله موتى المسلمين شيوخا وأطفالا وشبانا. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا، وفك أسرى أسرانا ومسرانا، واكشف البلاء عن محاصرينا. اللهم اجز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، واجز عنا مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، نتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه، من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقيموا للصلاة وارحمنا ويرحمكم الله. أقيموا الصلاة وارحمنا وارحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. الله، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الغاية على أرواح الشهداء المسلمين. الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا